So everything's functioning well? Everything perfect. Yes, sir. تفضل. صباح الخير. صباح الخير استاذ نزار. Good morning, gentlemen. انت بتعرف استاذ نزار انه الخبراء خلصوا تركيب القسم الجديد من المعمل وحيرجعوا لبلدهم بعد اسبوع. عظيم. معناتها خلصوا بنفس الموعد اللي حددوا لنا اياه. بالضبط، وحابين قبل ما يسافروا يعملوا رحلة صغيرة ليوم واحد يطلعوا فيها على معالم البلد. وهي برنامج الرحلة. شكرا استاذ. عظيم، برنامج عظيم. حضرتك استاذ فاروق رح تطلع معنا؟ لا والله يا ريت، انا بكره عندي اجتماع بالوزارة وبعدين عندي اجتماع مجلس الإدارة. مستر نزار will accompany you in your trip. He knows the area very well. Thank you very much. You're welcome. We will have a good time. Yeah, I'm sure. You're welcome. إيه سيدي، ما قلت لي مين بده يأمن اللحمات؟ أنت لا تأكل هم، ارتاح. في عندي لحام ما في مثله بالبلد، ونظيف ولحمته مثل الفستق. حلو كثير، معناتها خليه يطعمنا كيلو كباب وكيلو شقف ويتلي. وليش الكيلية؟ كلياتنا أربع زلم ما بدنا يزيد عنا. يا سيدي حب الخرج، إذا زاد أحسن ما ينقص. ما بتعرف بجوز يجينا ضيف، لا على البال ولا على الخاطر. العاب بلا زوغلي، صحيح، والمحلي مين بده يأمنه؟ سيدي من جهة الحلويات لا يكركم فكر، أنا بعرف بياع حلويات بالميدان، بيساوي حلويات بالسمن العربي والقشطة البلدي، إذا كانوا توصاي كمان. ها، أنت بدك تجيب آخرتنا؟ لك ما بتعرف إنه كلياتنا معنا شحوم وكوليسترول؟ وأنا كمان ما بيناسبني السمن العربي. لأنه السكري عم يطلع معي كتير بهالأيام. يا سيدي حب الخرج. أصبح أنا علي يجيب الخضرة والفواكه. شو رأيكم كل واحد يسجل شو بده يجيب أحسن ما نتخربها؟ مو محرزة بلوي، يعني كل واحد بده يجيب فينا كم غرض. أنت بدك تجيب اللحمات، أبو فارس الخضريات، وأنا الحلويات، صلى الله وبارك. وأنا علي الفحمات والأراجيل والشدة وطاولة السهر. منيح هيك؟ منيح، بس أوعى تنسى مثل هذيك المرة وخلينا على تطليع وصفنا ببعضنا. ولا يهمك، ما راح أنسى. ومن شان السيارة محلول يا بلوي، أنا قلت لأبو حسين ومش الحال. بس سيارة أبو حسين مهرهرة ودواليبها ماسحة. لا ما بها شيء، هو قال لي إنه صلحها وركب بواجي جديدة. أصبح توكلوا على الله. أبو حسين رجال مسكين وعنده أولاد بده يعيشهم، واللي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. مظبوط. أهلين أستاذ نزار. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. كيف صحة؟ اهلا وسهلا. تفضل. عراسي شكرا والله، وعد جماعة. اهلا وسهلا. شو اليوم ما شفناك بالشركة؟ خير في شيء؟ خير يصيبك، بس أنا أخذت إجازة ورحت على الدكتور. معافى إن شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام. يعني ذكرني بالحبة. يا لطيف والله كنت نسيانة. إن شاء الله فيها الشفاء. سيارة مزود أخي. أخي ما دخلني. مزود بنزين لازم تكون محرك. شو ما بتعرف تقرا أنت؟ يا برا. لك شو طلب منك؟ اطفي المحرك. أوف. وليش بدك تطفي المحرك بقى؟ قال مشان ما يصير حريقة وتكب الكازية. هونك سيدي حب الخرج. إذا بده يصير حريق رح يصير. انطفى المحرك وما طفى. الله عليك يا أبو سطيف. البطارية بعيد يا اخي. طيب وشو الحال؟ شرفوا. لوين الشريف؟ على الدفش. يا حبيبي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أستاذ نزار. أهلين أبو مشعل. شو خير شو صاير معكم؟ والله تعطلت السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله، وين كنتوا رايحين؟ على عين العروس. بدنا نتغدى هنيك. إيه شو عليه؟ أخي نزار. قلي. مين في معك بالباص؟ ما في حدا الباص، معنا الخبراء الأجانب ركبوا لنا القسم الجديد بالمعمل. شو رأيك تاخذونا معكم؟ يعني أنا ما عندي مشكلة، بس شلون ناخذكم معنا؟ نربط لكم السيارة بالباص ونجرها يعني؟ لك لا لا، يعني نطلع معكم بالباص. أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، بس يعني معي خبراء أجانب ومعلومات لازم آخذ رأيهم. خذ رأيهم، خذ رأيك على راسي. ما بتزعل مني؟ لا ولو على راسي. على راسي يا أبو مشعل. أنا عم بستناكم. أهلين نزار. شباب اتأمنت التوصيل إن شاء الله. من دمك لباب السماء. Excuse me, gentlemen, but my friend's car is broken down. Can we take them with us? Yeah, sure. No problem? Yeah, okay, thank you. Thank you. تفضلوا شباب. شباب هاتوا الغراض. يلا. At least there's plenty of food. They want to stay for a month, I guess. لك شو عم يبربر هاد؟ ما في شيء مشعل، ما في شيء، بس عم يسأل لمين كل الأكل. إنا حبيبي إنا. يا الله. تفضلوا. They want to eat. They are hungry. جواب نشيب خالص. شغلنا الكونديشن داخل عينك قولنا يا سكرنا الباب. نسينا نعرفكم على الخبراء اللي معنا، مستر أوليفر، مستر جيمس، مستر هنري. تشرفنا، محسوبكم أبو مشعل. وأنا أبو لؤي. وأنا أبو فارس. وأنا أبو مصطفى. نزار، شو عم بيكتب ها؟ ما في شيء أبو مشعل، ما في شيء، ما تخاف، بس عم يسجل أسماءكم. وليش عم يكتب أسمينا؟ شو المناسبة بقى؟ وشو أنت أخو مرأة أو شيء؟ بجوز الزلمة عم يكتب مذكراته بالرحلة، شو بدك فيه؟ يا لطيف يا لطيف، نسيت شغلة يا شباب. شو نسيت؟ لك شو نسيت؟ نسيت دواء القلب بالبيت، لازم اخذ الحبة من ساعة. ولك الله يصلحك، شلون نسيته شلون؟ آخ، كل الحق على اللي عندي بالبيت، وين سيرانكم؟ مع مين رايح؟ احمي لك الحمام، أنا ببيت أهلي ها، لا تنسى، ابنك بده مصاري، أخ، والله دوختني من الصبح، دوختني دوخ. I forgot his medicine. Which medicine? Medicine for heart. For the heart? My God, we've got to go back. Yes. ولك شو عم ببربروا هدول؟ والله يا ابو مشعل عم بيقول انه لازم ترجع على البيت فورا. يا حبيبي على الفهم، ونحرم من السيران؟ ايه ما حذرتوا حبيبي. بس يا ابو مشعل هذا الدواء كثير ضروري. يا سيدي حط بالخرج. اللي له عمر ما بتهينه شده. تيسر اخي ابن نجيب، تيسر واتكل على الله. الحبة قال بلا حبة بلا بطيخ. He doesn't want to go back. I don't know. They want to eat. They are hungry.
تفضل اخي ابو مشحى. ضيف الاجانب بالاول عيب. ايه حاضر. تفضل اخي. What's that? This is فطاير. فطاير. This is B window. This is فطاير. يعني breakfast. Breakfast. يعني فطور. No thank you. No. لك طيبة كتير. No thank you. إيه مثل ما بدأ. تفضل أخي. No, no thanks. مشان الله أخذ لك واحدة. Thanks. تفضل مستر إيفا. No thank you. Thank you. على حب النبي. شكرا شكرا. ما بتندم. شو بقى هدول محبين فطاير تبعنا أستاذ نزار؟ لا يا أخي أبو فارس بس الجماعة فطروا الصبح يعني ما لهم جوعانين. كتر خيرك شكرا لك. وإذا فطروا شو راح تساوي معهم الفطيرة؟ يا أبو مشعل الجماعة ما بياكلوا هالطالعة والنازلة خلص راحت معهم للغدا بقى. لك أبي وفروا هات لك فطيرتين أبو فارس تعال. إيه دقيقة بس لعتي يا أبو نجيب. لا لا اترك لي يا أبو نجيب أنت أنا بعطي. خليه عم يعرف يسوق مثل ما بدأ. كلهم بلحمة ولا أني؟ لا في بشطة في بلحمة. أبو نجيب أني وحدة بشطة ولا بلحمة؟ يلا هي بلحمة. أخذت له وحدة بشطة. لا لا بكفي بكفي. ماشي. شكرا على فارس. ماشي. تفضل أخي ابن شعر. والله اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. عندك فطيرة؟ يلا جاي عندك. الله أكبر روح. تفضل. يسلموا. Mr. Nizar? Excuse me? What does this food contain? Aha! It contains a lot of sugar, grease, and some of them with meat. My god, they're bombs, not pies! Nizar! شو عم يبربروا علينا هدول؟ عم بيقول اللي عم تاكلوه مو فطاير، قنابل. قنابل؟ يا لطيف على الأجانب شو بيخافوا على صحتهم. يعني هلا انا صرت اكل نص قنبله. هات لك قنبله ثانيه اخي ابو فارس خليني افجر حالي فيها. عم بقول القنابل طعمتها بارود. ابو نجيب العوامي بكاملها. Drive slowly please. We want to enjoy the scenery. خير شو بقول مستر هنري؟ عم يقول لك خفف لهم السرعة شوي بس بدهم يشوفوا المناظر. على عيني وراسي. هلا هيك بدنا نمضي مشوارنا؟ شو ماشيين على بيتنا احنا؟ يا شباب. يا شباب شباب. باص باص بعدين بلا مؤاخذة انتوا ضيوفهم. يعني شو علي اذا تأخرت لكم شوي؟ بترجاك استاذ نزار لا تحملنا منية بننزل هلا ها؟ هو الحق علينا لأننا طلعنا معكور. يا أخي لا تفهمونا غلط الله يخليك لا تفهمونا غلط بس الجماعة السياح وحقهم يتفرجوا على المناظر. طولوا بالكم شوي. Stop stop we want to see the Syrian sheep. خير شمون ليش وقفوا السيارة؟ طول بالك ابو مشعل. الجماعة حابين يتفرجوا على الغنم السورية. شو غنمنا عجبة يعني؟ لك يا اخي بالنسبة لهم عجبة. طولوا بالكم شوي. عواس عواس جايز لوك عواس 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 لك عم يقولوا عواس وبيعرفوا اسم غنمنا كمان. بيوتيفول شيب. شو عم بيقول استاذ نزار؟ عم بيقولوا انه هالخواريف حلوين كتير وبيكون احلى لما يكون مكتف وعم ينشوى والدهن عم بيشرشر منه شرشره. فعلا يا جماعه لحم الغنم لا قبله ولا بعده بلا بقر بلا بطيخ مبسمير. يا سيدي اللي بده يطبخ شاكريه ما يطبخها غير بلبن الغنم وعلى مسؤوليتي انا. لكن طبخ الرز بسمن الغنم ما بتنسى طعمته. لكن لسه بموسى من عربي. بالله عليك شوف على هالمنظر ما احلاه. شوف على لية الخروف كيف مدوره. لك سبحان اللي كولها ودورها. يا سيدي اللي ما اكل لية المشويه مع البصله ما بيعرف طعم تمه. بس سمعت لكم انه اللية والسمن العربي بيرفعوا الكوليسترول وبيساووا جلطات. هلا من كل عقلك مصدق هالحكي؟ لك يا سيدي حط بالخرج. على اساس اللي بالجبانه ماتوا من اكل اللية والسمن العربي.
ضمانات بالعافية. شو قاعد عم يسألوا للراعي؟ سألوه عن عدد الأغنام بسوريا وعن نسبة اللي بياكلوا لحم وقديش صار الكيلو. أو شو بدهم كتر الأسئلة ووجع الراس؟ إيه شو بيعرفني؟ هدول أجانب بيحبوا يعرفوا كل شيء، خبراء لك أخي خبراء. تفضلوا إذا بتريدوا. صبحهم زي العقول. إي والله. تعالوا شباب. التنة. دخلك استاذ نزار، شو سألوا الراعي كمان؟ سألوه عن المراعي بالبادية وإمتى بيسرح مع الغنم وكم مرة بتولد الغنمة بالسنة. يا جماعة بتكون حية هالجماعة كتيرين غلبة. يا اوعى الفطاير ما تجيبهم. شو شباب؟ ما بدكم تفوتوا معنا على المغارة؟ لا ما بدنا نفوت، اهلكنا من الطلعة، فوتوا لحالكم. بس المغارة حلوة كثير ها، ما تروحوا عليكم. يا سيدي حط بالخرج. بلا لنا الفوتة المعتة. حط بالخرج. بس يا ابو مشعل، هالمغارة عمرها أكثر من 10 ملايين سنة. عمرها 10 ملايين سنة؟ يا سيدي اسمع وسطح الحكي ببلاش، نحن عم نستناكم تحت. يلا يلا شباب. ايمتى بدهم ينزلوا هدول يخلصونا؟ والله متت من جوعي. يا سيدي انا امبارح اكلت لحمه بالصحن. يا لطيف بتمزع العقل. ايه مو اطيب من الصفيحة اللي اكلتها انا. ادي لشوف بلبن ولا بندورة؟ بندورة. يعني قصدي عم تجاكروني؟ بشكيكم لاحكم الحاكمين. خلاص وينك؟ انا بكره عازمك على اكلة ابو بسطي. ايه سيدي، ومن بعد ما اكلنا 86 كباية بلبنية اكلنا صينية كنافة مدلوقة. بتصدق الكلام ولا ما بتصدق؟ لا ما بصدق. لا ما راح تصدق. ايه ما تبلع القعدة ان شاء الله. اهلين استاذ نزار. تعرفوا انه روحتوا عليكم روحة بتاخذ العقل. لك يا سيدي حط بالخرج. شو هالفرجاي؟ والله يا ابو مشعل المغارة بتاخذ العقل، كثير كثير حلوة. يا حبيبي عليك، بتعرف المغارة الحلوة اللي عم تقول عنها حلوة في الخرج شو؟ خرج شو؟ خرج تكون مستودع مونة أو لحمة لأنها رطبة كثير. يلا سكر سكر. تفضل 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 ابو مشعل. اهلين اهلين يا كريم. شغلها بنجيب. استاذ نزار وهلا لوين رايحين؟ ايه البرنامج تركته يا بالاول يا بالدرج الاول يا بالثاني. شوفه ودق لي. والله معك. What do you like to see after that? We'd like to see the Hosni Castle. بدنا نشوف قلعة الحصن. يا حبيبي وين بدنا نروح انا بالعروس؟ خلصنا بمشعال، بعد القلعة بنروح سوا ولا يهمك. يا حبيبي احنا ما رح نقدر نتغدى بعد العصر. رح نموت من الجوع. قسما بالله الحق عليكم. ابنكم بلدكم هالرقبة ما سمعتوا لي كلمة. علينا علينا شو بدنا نساوي؟ صبرا جميل وبالله المستعان. يلا تيجي بنصبر اول بيصبرنا.
شو شباب؟ ما بدكم تزوروا القلعة؟ ما بقدر، أنا معي مرض القلب وأنا بدوخ من الأماكن العالية، وأنا زرتها مع المدرسة وقت كنت صغير. اسمعوا مني وطلعوا شوفوها، اسمكم هون ما تروحوا عليكم. يا سيدي الأيام جاية بنبقى منزورها على رواق، شو رح تهرب قلعة؟ Why don't your friends want to come? I don't know. It's a great opportunity. يا شباب، عم يقول لكم فرصة كثير حلوة. يا سيدي اللي حب الخرج شايفين مثلك كثير. What is this حب الخرج؟ It's so complicated. Later. حاجة تعويني مدوي مو مدودي ها شرفوا الشباب والله يا شباب يا ريتكم جيتوا معنا وشفتوا هالقلعة كنا انبسطنا كثير يا سيدي ونحن انبسطنا اكثر لعبنا ثلاث دقوق محبوسة وحدة مغربية غلبتها بالمغربية وكنا تين كمان ما شاء الله وابو الصيف عم يشخر فوق بس القلعة مهمة كثير وكان لازم تزوروها سيدي My seventh grandfather traveled from England to stay in this castle for 6 months. وشو بقول مستر هرني؟ عم بيقول لكم انه جده السابع اجى من انجلترا وسكن بهالقلعه 6 شهور. شو هالحكي؟ ومن ايمتى؟ من ايام الحروب الصليبيه. Let's go. الصليبيه صليبيه قال جده السابع قال ضد حبيبي ضد لك ليش عم ياكلوا جماعتك؟ ما قلت لك عازمهم على المشاوي؟ They are inviting you to the dinner. Thank you. I think we have enough. ها؟ Thank you. شكرا لك مشعل ما بدهم. جايبين معهم اكل هلا. شو شكرا وما شكرا؟ تفضلوا حبايبي تفضلوا. ذوقوا. تفضلوا. يسلموا ايديك. اوعى حامي حامي حامي. عطيهم عطيهم. لحم لحم بس هي اللي هي معلش ما بنحبها نحن لك بالعكس ها والله ان شاء الله الف صحة اوكي هذا الاكل اللي امر فيه ربنا مو سندويش ما بشبع عصفور اتركن هلا ابو مشعال تعال شوف اللحمة راح تحترق يا زلمة بطيختك حمرا بطيختك صفرا
Hey, it's such a beautiful river. Why do you throw the garbage away? شو عم يقول هذا أستاذك؟ كل عم يسبنا. لا أخي ما عم يسبك، عم يقول لك هذا نهر حلو كتير، مو حاويت زبالة. شو فيها نهر وماشي، شو بده يصير له يعني؟ لك أسيدي حط بالخرج، الكل عم يكب فيه ولساته ماشي. له يلا يا جماعة أنا خلصت شوية والصفرة جاهزة. يلا 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 يا كريم. يلا تفضلوا. تفضلوا 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 تفضلوا. إيت إيت. Thanks. عم بيقولوا لك شبعوا انتفخوا. ايه بتوفروا. يلا شباب شبعوا الجماعة. قال يا عليم الله الأكل اللي معه ما بيكفي ابني الصغير وما بيشبع فيه إنه أكله. يلا تفضلوا تفضلوا. الحمد لله. شرف حجي. يسلموا. شرف عمي. يسلموا الله. لك هلا تركني البطيخة. لا إله إلا الله. طلع من عندك هو. مؤذين على الشوي. الله يبارك على اللحمة، من أفضل اللحمة اللي أكلتها بحياتي. كل بطل مثل الكل. يلا ها. هي هي هي. هالبندوراية من إيدي دخيلة. أنا انتفخت نفخ، ما عاد فيني آكل ولا لقمة. شو رأيك جيب لك قازوزة خليك تحضر؟ لا، وأكلوا البطيخ يذهبوا بالداي أصلاً. خد لك قطعتين. قطعتين وهنا. بتعرفوا شو جاي على بالي؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالي انزل بين النار شي نص ساعة، منه ببورة جسمي ومنه بهضم شوي. وأنت قلتها. يا قريب. شو بدك تساوي ابو مشعل؟ بدي انزل على النار اسبح، بدي اسبح شوي. شو انا؟ You shouldn't swim after eating so much. لك شو عم يبربر هاد؟ ولا شيء. عم يقول لك ما بصير تنزل تسبح بعد هالاكل اللي اكلته كله. يا سيدي حط بالخرج كله ماشي. اللي له عمر ما بكينه شده. اي والله. كأنه صار له شيء. عمى. ايوه. It's a big mistake. Swimming after eating. Yeah, especially if you eat so much. Yes. Eating all day. خير دكتور، طمنا. مين حضرتكم؟ نحن رفقاته. العمر إلكم، والأفضل تخبروا حدا من أهله. يعني ما تغريق دكتور؟ لا أبسكت قلبي. Is that... Let's give them our condolences.
خط بالخارج خط بالخارج خط بالخارج خط بالخارج خط بالخارج خط بالخارج. تفضل. مرحبا استاذ. اهلا سامر، اهلا وسهلا فيك. جبت لكم المعاش استاذ، تفضل. يسلم على الايدين، ليش عذبت حالك؟ كنت بعت الحاجب لعندك. ولا يهمك استاذ، عذابكم راح. بس لو سمحت. توقع لي هون اذا بتريد. تكرم عينك. شكرا استاذ. يا هلا. اهلا وسهلا. خير في شيء؟ عفوا استاذ، بس انا الحقيقه كنت حابب اطلب من حضرتكم طلب بعد اذنك. ايه على عيني وراسي. تفضل تفضل احكي. شو الموضوع اخ سامر؟ استاذ هو صحيح انا محاسب بالجريده ودراستي اقتصاد وتجاره، بس بالواقع انا عندي ميول ادبيه وحاسس انه بيطلع منها شيء. فهمت عليك. ليكون عم تفكر تكتب بالجريدة. صحيح استاذ، وتحديدا بالصفحة الثقافية. يعني أنا عندي مجموعة قصص قصيرة وحابب أعرض نماذج منها على حضرتك إذا تكرمت. إيه بس مو أنا اللي بقرر صلاحية أو عدم صلاحية القصص للنشر. مين لك كان استاذ؟ الأستاذ برهان فهمي. مثل ما بتعرف الأستاذ برهان كاتب قصة مهم وهو المرجع الأدبي لجريدتنا. طيب ممكن اعرض شيء من نتاجي على الاستاذ برهان؟ بكل سرور، ليش لا؟ معك شيء هلا؟ ايه طبعا معي. معي قصه قصيره اسمها الطوفان، وان شاء الله بتنال اعجاب الاستاذ برهان. تكرم عينك. على كل الاستاذ برهان رح بمر بكره لعندي، رح بعطيه قصتك مع التوصيه اللازمه. شكرا كثير استاذ. واذا بتحب تجرب حالك بكم ريبورتاج صحفي انا ما عندي مانع. ريبورتاجات ادبيه؟ لا لا، قسم التحقيقات. الحقيقة أنا عندي نقص ملحوظ بالمحررين وأنا متوسم فيك خير. بس أنا آسف أستاذ، أنا بصراحة ما بيطلع بيدي أكتب عن الكهرباء المقطوعة والمعامل المفلسة والسياط الطايفة والإنتاج الكاسد، لأنه ميولي أدبية بحتة. أي مثل ما بدك، خليك على الأدب لكان. مرحبا هنادي. اهلين حبيبي. يلا لبين ما تغسل ايديك بكون الاكل جاهز. شو هدول؟ الحمار الميت لعزيز نيسين، زوبك لعزيز نيسين، المطارد لحسيب كيالي. انه انت رح يبطل هالعادي ما كنت اعرف. شو عملت لنا اليوم على الغداء؟ هلا قبل الغداء. هدول شو هدول؟ هدول حبيبتي قصص قصيرة. قصيرة ولا طويلة؟ هلا انه انت امتى بدك تبطل هالعادة؟ لك انا وعادي عادي تشري الكتب على الطالعة والنازلة، يعني كثير الحالة مستحملة؟ والله بدي ازعل منك. هنادي ممكن تأجلي لي هالنقاش هلا؟ والمفروض انك ما تحكي بهالموضوع بنوب، لأنك انت بتعرفي اني انا كاتب قصة، والمفروض اطلع على تجارب غيري حتى تتوسع آفاقي. يعني لساتك كاتب بأول الطريق وصرت شاري شي 1000 كتاب، لكن ما تصير كاتب حقه حقيقي، شو بدك تشتري؟ عليم الله بتجيب المكتبة الظاهرية. يا ريت يا هنادي، يا ريتني بقدر. عليم الله تشيخوف اللي هو ملك القصة القصيرة بالعالم ما اشترى كتب قد ما أنت عم تشتري. ايه مزبوط، لأنه هداك تشيخوف وماله مضطري يقرأ لحدا. لمين بده يقرأ يعني؟ بده يقرأ لي، بده يقرأ لسامر عجيب. وليش هيك مستقل بحالك؟ لا حبيبي، ما في حدا أحسن من حدا. يا ستي شكرا على ثقتك. المهم هلا خلينا ناكلنا لقمتين وبعدين بنتابع حوارنا الثقافي. على فكره هنادي، اليوم اعطيت رئيس التحرير قصه الطوفان. ايه وشو قال لك؟ رح ينشر لك اياها؟ بالاول بده يعرضها على برهان فهمي، واذا قال اوكي عليها بينشرها. ليش لحتى يعرضها على برهان فهمي؟ ليش حتى يعرضها على برهان فهمي؟ يا ستي تاريخك ما بينشر شيء بالصفحة الأدبية إلا بموافقته، يعني هو المرجع الأساسي تبع الجريدة. طيب ليش ما بتحكي لك مع شي حدا يعمل لك واسطة معه؟ الله يسامحك يا هنادي، حتى بهي في واسطات،
انت هيك عم ترميني بحجارك ها؟ يعني كأنك عم تقولي انه انا مخرج يكون كاتب قصة؟ لا حبيبي ما هيك قصدي، بس يعني قصدي مشان يهتم زيادة. لازم من هالناحية بيهتم. لايكن لك فكرة. تفضل استاذ برهان، بمعيتك اقرأ لنا هالكام قصة وعطينا رأيك فيهم. لمين هدول؟ لكتاب معروفين يعني؟ ما في غير اول قصة لكاتب معروف وهو رضوان السكري، بعت لنا اياها من باريس. طيب اسمع، هاي خليها لوحدها، بقراها بالبيت على مهلي. والباقي لمين؟ لكتاب هو، بس في وحده من هون لسامر عجيب. مين سامر عجيب؟ محاسب عنا بالجريدة. ها هلا صار المحاسب بده يكتب قصة كمان؟ استاذ برهان نحن ما فينا نرد طلب لحدا، هاي سياستنا بالجريدة. مفهوم مفهوم. واني قصته هاي ولا هاي؟ هاي استاذ، وعنوانها الطوفان. لنشوف شو الطوفان بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف استاذ، شرف. شو لقيت؟ اعلاك فاضي. ايه بس استاذ برهان ما قريتها كلها. مبين المكتوب من عنوانه، ليش وجع راسي بالقراية؟ ايه على راحتك استاذ. الو سامر عجيب امريكي. تحياتي استاذ. ايه على عيني، ايه على عيني، يلا جاي. سلامات. هذا شو تميم؟ اذا حدا سال عني عند رئيس التحرير. تفضل. طيب ايه بتقرا؟ هلا من شوي. يعني ما قال شو ملاحظته عليها؟ ما قال شيء، رفضها وبس. عفوا استاذ، رفضها مو مشكلة، بس على الأقل يبين أسباب الرفض، يكتب له كلمتين ثلاثة لحتى حس على الأقل إنه أراها أو اهتم فيها. أنا برأيي تحكي من راسك لراسه. يعني ممكن أحكي معه؟ طبعا ليش لا؟ الأستاذ برهان قلبه كبير وما بظن يصد حدا. وهي رقم تليفون، تفضل. شكرا كثير استاذ، شكرا. مع السلامة استاذ سامر. ألو نعم. أهلين برهان عم يحكي. نعم عفوا، مين سامر؟ سامر عجيب. يا ريت تذكرني أكثر. أيوة أيوة، محاسب الجريدة. أهلا وسهلا. قصة الطوفان؟ ايه والله قريتها. ليش ما بلغك رئيس التحرير بالنتيجة؟ ايوه ما في مشكلة. شرف اليوم لعندي وبنحكي على رواق. سجل لي العنوان عندك، سجل. شارع روضة الدوحة. الحقيقة يا اخ سامر انا ما برد حدا ابدا، بقرا لمين مكان، لكل مين هب ودب. واذا اكتشفت من خلال قراءاتي بذرة موهبة برعاها وبشجعها. الله يعطيك العافية يا أستاذ. لا، لأنه الكاتب الناشئ أو المغمور ممكن يضل طول عمره ناشئ ومغمور إذا ما التقى مين ياخذ بيده ويحطه على أول الطريق الصحيح. وأنا هذا أملي فيك أستاذ برهان. بتعرف أني بخصص من وقتي كل يوم ساعتين لقراءة نصوص الكتاب الجدد والمغمورين؟ شو بقول لحالي؟ لك أي الله يا ولد، المنيحة ما بتضيع مع الله. بس المشكلة وين يا حزرك؟ ما بعرف وين أستاذ. المشكلة انه عم يجينا نصوص لا للخل ولا للخردل، وبصراحة ما بعرف شو صاير لهالناس. يا اخي كلهم بدهم يصيروا بين عشية وضحاها كتاب وشعراء. ولحق قراية اذا بتلحق. بتصدق يا رجل انه ثلاث ارباع القصص اللي بقراها مليئة بالاخطاء النحوية والاملائية، ويلي بينصب الفاعل، ويلي بجر المفعول به، ويلي خطه مثل خربشة الجاج وحالي. لا حول ولا قوة الا بالله. ما علينا، ما بدي وجعك راسك. الحقيقة يا أخ عامر. سامر استاذ. عفوا أخ سامر، الحقيقة إني قريت قصتك البركان. الطوفان عفوا استاذ. طوفان. قريتها بتمعن شديد وأكثر من مرة. إيه استاذ برهان، كيف لقيت لي إياها؟ والله هزيلة تماما، وضحلة كثير، وما فيها بناء على الإطلاق. البناء تبعها غلط يا أخي، مو مدروس صح.
قصدك البلاد الترامي استاذ؟ بالضبط. بس ما بعرف انا يعني حسب معلوماتي المتواضعه طبعا انه القصه القصيره ما بدها بناء ترامي. لا 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 اذا سمحت لا تخبص بالفصه. كل شيء بده بناء ترامي وان شاء الله يكون دعايه بالتلفزيون. على كل حال لا تيأس ولا تكتئب، انا حاسس انه عندك شيء بده يطلع، فيا ريت تحاول مره ثانيه مو مشكله. يعني استاذ برهان حضرتك ممكن تقرا لي مره ثانيه؟ ممكن ممكن يا اخ باسل. سامر استاذ، اسمي سامر عجيب. يا اخ سامر، قلت لك انه جزء كبير من وقتي مخصص للناشئين والمغمورين والاطفال، قصدي للي بيكتبوا للاطفال، فلا تتكلم ابدا، هات قصه جديده وما عليك، بس المهم يكون لها بناء درامي مزبوط. اهم شيء عندي انا البناء. ما عجبه البناء الدرامي للقصة. الله يصلحك انت التاني، يعني ما عرفت تعطيه قصة غير بناء الدرامي فشكال. فشكال؟ هل قادر يطلع معك؟ يا حبيبي اللي بقصده انه الفرصة اجت لعندك، يعني مو كل يوم رح يجي واحد مثل الاستاذ برهان ويقرا لك قصصك، فالمفروض تعطيه قصة مميزة، مو قصة هات ايدك والحقني. على كل حال هو ما سكر الباب ببوشي وقال انه ممكن يقرا لي قصة تانية بوقت تاني. ايه الحمد لله. سامير شو رأيك تعرض عليه القصة اللي انا الهمتك اياها؟ تتذكر لما كنا مخطوبين وتخانقت انا وياك وسكرت التليفون بوشك وضليت اسبوع ما احكي معك؟ شو اسمها هي القصة؟ الضياع. والله جبتيها، هي قصة بناء الدرامي متماسك ومتين وما قالوا عليها حكي بنوب. ها هيك بدي اياك. شو رأيك اعمل لك فنجان قهوة؟ سهلا. الظاهر انك ما تذكرتني. عفوا عم حاول اتذكر. انا اسمي سامر عجيب، اللي اعطيت حضرتك بالفترة قصة الطوفان وقريت لي اياها. ايوه تذكرت. كيفك اخ سامر؟ الحمد لله استاذ ماشي الحال. استاذ لو سمحت في معي قصة جديدة حابب تقرا لي اياها، اسمها الضياع. ايه على عيني وراسي، مسجل اسمك عليها مو هيك؟ اي طبعا استاذ لكان، طبعا مسجل اسمي، تفضل لو سمحت. عظيم، خلص وصلت. تفضل نشرب فنجان قهوة. لا لا معلش استاذ، ما بدي اخذ من وقتك اكثر من هيك، شكرا لك. ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. شكرا استاذ. الضياع. عنوان تقليدي كثير. شو هذا الضياع؟ هاي قصة للشاب يلي اجى لعندي من يومين ثلاثة. ما عرفته، أنا واحد منه. سامر عجيب محاسب الجريدة. ايوه، ولحق يكتب قصة جديدة من يومين لهلا؟ على ما يبدو التدفق عنده غزير. وضروري يعني كل ما يكتب شيء جديد تقرا له اياك الثاني. لا والله، يبدو لي انه هالشاب في عنده شيء. ها وإذا كان يعني عنده شيء، أنت شو رح تستفيد؟ طبعا استفادة مباشرة ما في، بس أنا وقت بقرأ كتير إلا ما لاقي مفاتيح لقصص جديدة، يعني قراءاتي ممكن توحيلي بأفكار جديدة. يعني ناوي تلطش الأفكار منه إذا عجبتك؟ شو هالألفاظ هي يا أمال؟ شو قلطش وما قلطش؟ كل ما هنالك إنه القراءة بتعمل لي تحريض للفكر باتجاه معين، أو بتعطيني على الأقل مفتاح أو حافز لقصة جديدة. أما شيت إني قلطش ما بعملها، محلاني على آخرة هالعمر قلطش من كتاب مغمورين. المهم انك تلاقي نتيجة بعد كل هالتعب. ما بتعرفي يا امل، ما بتعرفي وين ممكن اكتشف بذرة كاتب او بذرة موهبة، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيوضع سره احيانا باضعف خلقه. مشان هيك انا ما برد حدا من الكتاب، وبابي مفتوح للكل على مصراعي. اقوم هلا اترك لي قصة هالضياع من ايدك وتعال نطلع انا وياك على البرندة نشم شوية هواء. هيك قولك ما في مانع.
تفضل حبيبي. يسلموا الايدين. سامير؟ شو صار بقصة الضياع؟ والله ما بعرف، لهلا ما رد لي خبر. مع انه كتبت له رقم التليفون على اول صفحة. معقول يكون لهلا ما قراها؟ بجوز لسه ما اجى دورها، لأنه على هوا ما قال لي انه عم يقرا كثير لكتاب مغمورين من أمثالي. بس ما يكون ضيع. لا شو مضيع؟ معقول تضيع عنده؟ طب ليش ما تروح لعنده وتسأله؟ لا لا اطمن، ما بيضيع عندي شيء استاذ رامز. سامر استاذ سامر، اسمي سامر عجيب. ايوه وسمعت نعم. اتاكد يا استاذ سامر اني بحرص على الكتابات وابداعات الكتاب الشباب اكثر من حرصي على قصصي. بقى من هالناحيه لا تاكل هم. يعني عفوا استاذ برهان، بس انا امتى فيني اخذ خبر بخصوص قصتي؟ على ما اذكر قصتك اسمها الضباع، مو هيك؟ ضباع؟ لا مو ضباع استاذ، اسمها الضياع. ايوه يعني شغله يومين مو اكثر. شكرا كثير لك استاذ. اتفضل اوصلك طريقي. ليش لوين طريق حضرتك؟ على الجريده. يعني ما بيكون فيها اسئله؟ لك لا ولو. تفضل اهلا وسهلا. تفضل حبيبي تفضل. ليش شو القصه استاذ برهان؟ الله يسامحك على هالعلقه اللي علقتني اياها. انا علقه؟ مو حاسبك المصون سامر عجيب. شو يعني هالزلمه قدم منه لحوح ولجوج ودبق ما في. الافندي مفكر ما عندي لا شغله ولا عمله بهالدنيا غير اني اقرا ابداعاته العظيمه. اذا بدك بحكي معه خليه يخف عنك شوي. لا معلش انا بتصرف بطريقتي. مني وما عم لاقيها. شفتي لي اياها شيء؟ ذكرت عليك بالصالون. بجوز ما دورت بالصالون. طيب رح روح شوف لك اياها. شايف هي قصه الضياع لبتضيعها؟ ولقتيها؟ على الترابيزه بالصالون. منيح لانه صاحبها هلكني، كيف ما مشيت وكيف ما رحت بلاقي بوشي، لاقراها بقى واخلص منها لنشوف شو هالتحفه الفنيه الادبيه الرائعه. الحقيقه انا قريت قصه الضياع. الضياع استاذ الضياع. عفوا الضياع. وبتمعن شديد. طمني استاذ كيف لقيتها؟ بالنسبه للبراءة الدرامي فيها بناء درامي، مو ما فيها وماكن كمان، بس مو هالمشكله. لكن وين المشكله؟ المشكلة بالشخصية المحورية. الشخصية المحورية خير شبه فلتانة ضايعة سايبة طلعة اوت. طلعة اوت؟ عفوا استاذ بس ما فهمت. يعني البطل عندك استاذ مدرسة مزبوط ولا لا؟ بقى يا اخي معقول استاذ المدرسة يعض تلميذ عنده بالصف؟ يعضه؟ شو هو دراكولا؟ ايه وليش حتى ما يعضه؟ انا مبرر هالشيء استاذ. بعدين الاستاذ ما عض اي تلميذ، قبض التلميذ اللي بيرمز للفساد، والرمز واضح بالقصة. بعدين عفوا استاذ لا تنسى التاريخ النفسي للشخصيه. يا اخي اتركني هلا من التاريخ النفسي للشخصيه. التاريخ النفسي انا بيهمني تقدم شيء يقنع القارئ، اما تحط لي استاذ عم يعض تلميذ فهذا مو مقنع ابدا يا اخي، مو مقنع. وين عايشين نحن؟ عفوا استاذ بس انت كاتب مره باحدى قصصك شيء اصعب من هيك بكثير. مثل شو؟ كاتب مره انه بني ادم عض كلب. انا كاتب هالشيء؟ اي طبعا كاتب هالشيء. بانو قصه ذكرني؟ قصه الانسان المسعور. الإنسان المسعور؟ بأنو مجموعة هاي؟ بمجموعة ضربي على الرأس اللي صدرت قبل 5 سنين عن دار السخرية للنشر. أيوة اتذكرت. شوف يا أخ سامر، فيما إذا كنت أنا كاتب هيك شيء بإحدى قصصي فهذا نوع من مداعبة القارئ مو أكتر، وأكيد هالحادثة هاي ما دخلت بصلب الموضوع الأساسي للقصة. إيه يعني إذا هيك معقول. طبعا أستاذ أنت حضرتك كاتب كبير وبتضطر بعض الأحيان أنك داعب مشاعر القارئ، يعني تكركره. مو هيك؟ من حقي كركره، لأنه العلاقة بيني وبين القارئ ما عادت علاقة عادية أبدا، صارت يعني علاقة حميمية كتير.
ايه طبعا لكان اكيد حميمية اكيد. على كل حال يا استاذ سامير، حاول مرة تانية او بالاحرى مرة ثالثة. انا حاسس انه بده يطلع منك شيء. ها بده يطلع، مو انه ما بده يطلع. وان شاء الله احساسي ما بيكذبني. ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله مليت يا علادي مليت، كل ما بروح لعنده بيقول لي انت عندك شيء. ها بس حاول مرة تانية. ايه حبيبي حاول انت مرة تانية. لك والله العظيم اذا بكتب له 100 مرة كل مرة بيطلع لي فيها نكشة. اول مرة البناء الدرامي تعبان، ثاني مرة الشخصية المحورية فلتاني، ثالث مرة لغة القصة جافية وقاسية وممكن القارئ يستسيغها، رابع مرة المقولة العاملة القصة ضايعة، خامس مرة مفككة وما فيها ترابط، وبعدين العبها بقلبه. طب انت ليش ما بتعطيهم لواحد غير برهان فهمي يقرأ لك ياهون؟ يا ستي هيك عم فكر، بس بالاول بدي ضل ورا برهان فهمي لشوف شو اخرته معه. يعني لسه بدك تعطيه قصصك يقرأ لك ياهون؟ ايه ناوي، قصة واحدة واخيرة، وهالقصة بالذات مستحيل يرفض. يو شو هالقصة اللي مستحيل يرفض؟ عنوان الحرامي. صباح الخير استاذ برهان. اهلين وسهلين. اهلين سيد زاهر. عفوا استاذ سامر. يا اهلا سيد سامر، شلون صحة؟ الحمد لله تمام. استاذ لو سمحت ممكن اخذ من وقتك دقيقتين بس، عاوزك بموضوع كثير مهم. خير، رئيس التحرير صار له شيء؟ لا 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 ابدا، رئيس التحرير بخير الحمد لله، بس استاذ من شان الحرامي. انو حرامي؟ قصدي قصة الحرامي استاذ، يلي انا كاتبها واللي حكيت لحضرتك عنها. ايه شبهها؟ جبت لك اياها استاذ. معلش اعتبرها فرصتي الأخيرة، وأنا بوعدك إنه بعد هالقصة ما عاد ازعجك بنوب. تفضل. وصلت. أهلا وسهلا. بالإذن أستاذ. الله معك، مع السلامة. شكرا لك. شو هاد يا شو هالدبقة هي؟ 100 مرة قلت لك حاج تعطي وش للعالم، ما كنت ترد علي. فعلا معك حق، الكاتب لازم يعيش ببرجه العاجي ويطلع على الناس من فوق. عفوا أستاذ ممكن آخذ من وقتك دقيقة؟ تفضل. أهلا وسهلا. أنا عصام سالم، كاتب ناشئ وعندي تجارب قصصية. إيه وشو دخلني أنا؟ عفوا ليش، مو حضرتك الكاتب برهان فهمي؟ لا حبيبي، أنا اسمي شاكر غيبي، تاجر خيطان بسوق الحمدية. عدم المؤاخذة أستاذ، عدم المؤاخذة. لا مؤاخذة، الله معاه. إيه تفضل. يسلموا هديات، بالفعل إجت بمحلها. برهان شو رأيك ترتاح من الكتابة شوي ونروح نقعد بالصالون؟ ليش فكرك كتبت شي حتى ارتاح؟ شو هالحكي؟ صار لك 5 ساعات قاعد ولسه ما كتبت شي؟ ولا حرف تعدميني، مع انه بدي قصة واحدة فقط لأستكمل المجموعة الجديدة، بس حاسس انها مسكرة معي، والإلهام مجافيني والوحي عم يتمقطع فيني. هلأ معقولة اللي كتب 600 قصة يعجز عن كتابة قصة واحدة؟ ما بعرف شو صاير لي يا أمل، خايف كون استنفدت حالي. مو معقول هالحكي، بس انت لازم تريح اعصابك شوي. بقى شو رايك نطلع انا وياك كم يوم على بلودان، منه بتغير جو ومنه بتريح اعصابك. عظيم جدا، فكره معقوله كتير. من بكره جهزي حالك حتى نطلع على بلودان. لك انا دائما جاهزه. شايفه يا امل، شايفه على هالمنظر مع احلام؟ بالفعل انا كنت بحاجه لهيك مشوار. شفتي شلون اقتراحاتي دائما بمحلها؟ لك تسلميلي انت واقتراحاتي. الله يسلم لي اياك. قالوا نعم. أهلين. لا 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 دخيلك، مين ما سأل عني أنا مو موجود، أنا جاي بإجازة وما بدي أشوف حدا. أهلين الله معك، مع السلامة. مينو هاد؟ موظف الريسبشن، قال في شخص عنده وعم يسأل عني. الله يصلحك، كنت أسأله مين هو؟ يا ستي ما بدي أسأل، مين راح يكون يعني؟ أكيد شي حدا من المعجبين أو من أشباه المثقفين وحابب يتسلى معي ويقطع وقت. تركينا منه هلا. ايه ستي وين ناوي تتغدي؟ ايه حبيبي ان شاء الله خطر على بالك شي فكره لقصه جديده. نوعا ما عم خمر الفكره بذهني. شايف الاكل ما اطيبه؟ كثير ظريف، بس يعني طبخي اطيب. ايه اكيد ما في كلام. اهلا
مرحبا استاذ برهان. مرحبا مدام. اهلين فايز. شو فايز استاذ؟ سامر اسمي. انا اسف اني قطعتكم بس شو عرفك انه نحن هون؟ سالت عنك بالاوتيل استاذ، قالوا لي انك طلعت تتغدى انت والمدام. ورحت على الاوتيل سالت عني كمان؟ يعني اسف اذا ازعجتك استاذ. لا لا ابدا ولو، تفضل تغدى معنا. ان شاء الله الف صحه وهنا استاذ. بس انا الحقيقه كنت حابب اعرف رايك بالحرامي. رايي بالحرامي؟ انا حرامي؟ القصه استاذ، القصه اللي اعطيتك اياها من 3-4 ايام. ايوه تذكرت، بس صدقني لسه ما قريتها. على كل حال انا نازل عشان بعد يومين، انتظر مني تليفون. طيب اوكي، وانا بكرر اسفي مره ثانيه. ولا يهمك، يلا بالاسم. الله معك، مع السلامه. العمى شو الناس هي؟ شو الدبقه؟ 100 مره قلت لك حاج تعطي وش للعالم، ما كنت ترد. خرجك زنبك على جنبك. ها سامي، انت هون؟ اي والله استاذ، عم بنتظرك. عم بفتح لك تليفون على البيت، ما عم لاقي حدا مشغل بالي، فقلت لحالي بيجي بنتظرك هون. خير؟ ايوه تذكرت، مشان قصة الحرامي مو هيك؟ ايه مشان قصة الحرامي. لا تقلي ما قريتها استاذ، عن جد هي قصة بتاخذ العقل. خلاص اليوم اكيد رح اقراها. يعني استاذ بنتظر منك تليفون؟ ايه انتظر مني تليفون. خليك جنب التليفون حتى احكي معك. ماشي استاذ. اتفضل اتغدى معنا، عاملين سمك مع الطراطور. ان شاء الله يا رب الف صحة وهنا، مفضلين انتو استاذ. لكن الله معك، مع السلامة. سمك مع الطراطور. شو عليك؟ أهلين برهان. وين قصة الحرامي؟ عندك على طاولة المكتب. فايت اقراها فورا. هلا بدك تقراها؟ ايه هلا، بدي اخلص من هالشغلة بقى. لك هالزلمة رح يجنني. يعني ما بدك تتغدى؟ لا ما بدي اتزهرها. الو سيد سامير، مرحبا. شو عم تعمل؟ لا بس بدي اشوفك. لا بدي اشوفك ساعة زمان بس بالكافيتيريا. اي ماشي الحال. لا وقت ما نشوفك بنحكي. الله معك، مع السلامة. ايه استاذ، كيف لقيت لي قصة الحرامي؟ الحقيقة القصة سيئة كثير. اي والله سيئة؟ ليش؟ شو خير؟ شو الأسباب؟ عم تسأل عن الأسباب؟ الأسباب كثيرة. طيب يعني ممكن أعرفها؟ أول شيء الفكرة عادية ومكررة ومطروقة كثير وما فيها أي شيء جديد. أها، وثاني شيء؟ الحبكة ضعيفة، البناء الدرامي متهالك، الشخصيات غير مدروسة، اللغة الفنية ضعيفة كثير، وأهم من هالشيء كله إنه ما فيها خيال. وطبعا اهم شيء عند كاتب القصه هو الخيال. يعني انا ما عندي خيال استاذ؟ انا عم اقول رايي بالقصه، مو فيك انت. بس انا استاذ شايف غير هيك. وشو شايف حضرتك بقى؟ شايف انه هي القصه ممتازه ومحبوكه صح وجديره بالنشر. يعني انت جاي تتحداني؟ لك يا اخي طالما قصتك ممتازه فليش عم تعرضها علي؟ لكان يا استاذ عفوا، مو موضوع تحدي، بس في مختصين غيرك قروا القصه يعني وأبدو رأيهم. اسمح لي أقول لك أنه هدول مو مختصين، هدول متطفلين على المهنة ومدعين وحابين يجاملوك. طيب بدون ما تعرف مين هن؟ ما بيهمني أعرف منهم يا أخي، أنا بيهمني رأيي وبس. أنت عم تاخد رأي برهان فهمي، أنا أهم كاتب قصة ساخرة بهالبلد. أنا لحد هلا صرت ناشر 600 قصة قصيرة وما بسمح لحدا يشكك برأيي ولا بشكل من الأشكال. حضرتك مسؤول عن الرأي؟ طبعا مسؤول. طيب استاذ، لو سمحت ممكن تكتب رأيك على القصة وتوقع عليه؟ ايه هات خلصني، افتح القصة. ايه على عيني. تفضل. القصة المكتوبة أدنى غير صالحة للنشر لأنها تفتقر إلى البناء القصصي المتين وإلى الحبكة المدروسة، كما أنها سطحية ومكررة ولا تحتوي على أي مضمون فكري ولا تمت إلى جنس القصة القصيرة بأي صلة، بل هي عبارة
عن خواطر وتداعيات فجة. برهان فهمي، هاي التوقيع عجبك هيك؟ بتحب ابصم لك عليها؟ آسف، الاسطمبة مو معي. لا بكفي استاذ، يسلم ايديك. انا هلا تأكدت انه رأيك ماله اي قيمة. انتبه ها، انا ما بسمح لك تحكي معي بهلك ابدا، واذا بتتمادى اكثر من هيك انا ممكن. معلش استاذ معلش، طول بالك، لا تحتد كثير. بلشت العالم تطلع علينا، يعني ما حلو مشان اسمك. لو كنت محترم اسمي ما كنت حكيتي بهاللهجة. استاذ انا كنت محترم اسمك، بس للاسف انت اللي ما احترمته، لانه ببساطه هي القصه مو قصتي. مو قصتك؟ قصه مين لكان؟ هي قصتك يا استاذ. شو عم تقول انت؟ مثل ما عم تسمع، قصة الحرامي يا استاذ منشورة بمجلة الآداب قبل 15 سنة. هاي المجلة. وهاي هي القصة. هاي قصتك استاذ، وهي اسمك. فياريت يا استاذ برهان، لما بتقرا شي قصة لكاتب ناشئ، تقراها بشوية ضمير. عن إذنك. أنت متأكد من هالحكي؟ هاي القصة استاذ، وهي المجلة، وهي رأي الاستاذ برهان، وهي توقيعه. العمى، هاي فضيحة. هي طبعا فضيحة استاذ. من بعد اذنك، انا حابب انشر كل شي صار معي بالصفحة الثقافية وعندك بالجريدة. لا لا، المسألة صعبة شوي. مسألة صعبة؟ ليش صعبة استاذ؟ ما هي كل الحقائق قدامك. اخ ثامر، الموضوع مو موضوع حقائق، في اعتبارات مفروض نراعيها. اعتبارات؟ وشو هاي الاعتبارات استاذ؟ يعني مثل ما بتعرف الاستاذ برهان علم من اعلام الادب ومو حلو ينشهر فيه، بقى احسن شيء خلينا نلفلف الموضوع، واذا حابب تنشر شيء قصه انا مستعد انشر لك اياها. لا شكرا استاذ، كتر خيرك، انا ما عاد بدي انشر شيء. يعني صرفت النظر عن الكتابه والنشر؟ طبعا لا استاذ، انا قررت اطبع مجموعه قصصيه خاصه وحسابي الخاص، حتى لو بدي اضطر بيع كل اغراض بيتي. بس يا سامر، هيك مشروع بكلف كتير. قد ما بده يكلف يكلف، لانه هذا هو الطريق الصحيح. خلاص، انا قررت شق طريقي بنفسي. ما اختلفنا، انا معك، بس خلينا نفكر بالعقل شوي. منين بدنا ندبر هالمبلغ؟ بيتدبر بيتدبر، انت ولا كلك فكرة. انا مجمع قرشي وبسحب قرض على معاشي، يعني من بعلنا شي غرضي لثلاثة بالبيت بيمشي الحال. لا حبيبي، لا تبيع لي شيء من اغراض البيت، الله يخليك. هي سيرتي قدامك وتحت تصرفك. بس معقول تعطيني سيرتك؟ يا حبيبي، إذا ما وقفت معك بهيك ظرف، إمتى بدي أوقف معك؟ بأتكل على الله، خذهم لا تتردد. يا ستي فعلاً مثل ما بيقولوا، ورا كل رجل عظيم امرأة. طول بالك، لسه ما صرت عظيم وعم تحكي هيك. رح ساوي لك كاسة شاي وقطعة جاتو. السقوط إلى الأعلى. بهنيك على هالعنوان يا أستاذ، كتير ملفت للنظر وجذاب. هذا من لطفك أستاذ، شكرا. يا ترى كم نسخة ناوي تطبع؟ ما بعرف، شو رأيك أستاذ؟ هو طالما انطبع الكتابة على الكمبيوتر والديسكات، معناتها الكلفة الرئيسية خلصت، ما صفي غير حق الورق. ايه، وشو المعنى أستاذ؟ يعني اطبع لك شي 3000 نسخة، معقول كتير. وهدول قديش بكلفوا؟ ولا يهمك أستاذ، نحن أسعارنا مدروس كتير، وبصراحة حابين نكسبها، بس أهم شيء هلأ الموافقة على النشر. جبت الموافقة؟ لا والله ما جبتها، يعني لأنه بصراحة أنا ما بعرف الجهة اللي لازم أطلب منها الموافقة. أصبح ولا يهمك، اترك هالشغلة علينا، أنا بجهز لك كل الموافقات المطلوبة. وهالموافقات قديش بدها وقت؟ يعني شغلة 20 يوم بالكثير، وبدنا طباعة مع التصحيح والغلاف حوالي 10 أيام، يعني الشغلة كلها على بعضها شهر زمان. اتكلنا على الله، شكرا كثير أستاذ. الله معك. تفضل استاذ، مبروك، هي اول نسخه. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله نكون بيضنا وش معك. ولو يا استاذ، بشكن على طول ابيض، الله يعطيكم العافيه. ايه سيدي، بتحب انت
توزع الكتاب ولا نستلم نحن هالمهمة؟ أنا بصراحة أستاذ ما بعرف في هالشغلة. خلاص معناتها ترك علينا. بس على فكرة المكتبات ما بتاخد الكتاب غير بالأمانة. عفوا كيف يعني أستاذ؟ يعني عفوا بما أنك كاتب جديد واسمك غير معروف فأصحاب المكتبات بهالحالة ما رح يشتروا كاش، يعني رح يكتفوا بعرض الكتاب فقط، وشو بينبع نسخ منه بيحاسبونا. ماشي الحال يا سيدي. المهم هلأ أني أنشر أول مجموعة قصصية عندي، وهي بتضل أولتها وآخرتها مغامرة. المهم هلأ أني حقق حلمي. أصبح نحن من بكرة رح نبدأ التوزيع، شو رأيك؟ يا سيدي اتكلوا على الله. يعطيك العافية أستاذ. الله معك. شكرا. مع السلامة. أخي أنا بدي معلومات كاملة عنه، وبدي المعلومات تكون على مكتبي خلال يومين. هل عم تسألني؟ لك عندك 20 عنصر بعتهم يجيبوا معلومات. مع السلامة. كرام سيدي. أهلين سيدي. قريتوا شيء الكتاب؟ هات شوف. السقوط إلى الأعلى. هلأ كتير شايفني فاضي لارة هيك خزعبلات. عفوا سيدي، إجانا تقرير إنه بهالمجموعة في قصة بتقصدكم أنتوا شخصيا سيدي. شو هالحكي؟ هلو قصة منه؟ عفوا سيدي، المؤشر عليها بالأحمر. الحما لك مين هذا اللي بتجرأ يكتب عني هالحكي؟ انصرف انت. احترام سيدي. هلو عطيني ابو لما. صوتك يا رجل وينك انت؟ يا سيدي وانا مثلك ما عم بفضحك راسي من الشغل. كتاب شو؟ شو الحكي؟ لسا ما وصل لعندي. ومين المغامر هذا اللي عامله؟ سامر عجيب. غريبة. لا والله هاي أول مرة بسمع باسمه. يكون في حدا وراء هذا. ايه عملت تحرياتك عنه وانا هلا بشوف الكتاب وبرجع بحكي معك. شو قلت لي اسمه؟ السقوط الى اعلى. ماشي اوكي. اهلي الله معك. زين اشتري لي الكتاب. تمام. ولك العمى بقلبه العمى على هالاسقاط المباشر قديش وقح وجريء. يعني مفتكر حاله اذا كتب قصه عن ايام المماليك بتمرق علينا هيك شغله؟ اكيد سنجوق رئيس العسس والبصاصين هذا بيقصدني فيه انا. شو عرفك؟ اسمع شو كاتب. اسمع. وأقام سنجوق حفل زفاف لابنه مسرور في تلة الخياط، أقام فيه الدنيا ولم يقعدها، واستمرت الأفراح سبعة أيام بلياليها، ولم يقبل مسرور إلا أن تزف عروسه بعربة فرعونية. شفت شلون بيقصدني فيها أنا؟ أنا يلي عملت عرس ابني بتلة الخياط، وأنا يلي زفيت العروس بعربة فرعونية. لا لا لا، أنا بتوقع أنه قاصدني إلي. لأنه اسمعهم شو مكتوب. واشترى سنجوق جوادا يدب كالنملة دبيبا على الأرض ويسبق الريح كالشبح وأهداه لابنه مسرور. أكيد بيقصدني لي لأني أنا أول واحد بالبلد اشترى نملة وشبح لابنه. إيه مو شرط يا أبو لما، لأنه قلة مسؤولين بهالبلد اشتروا نملات وشبحات لأولاده. اسمع هيدا. وعندما قرر سنجوق أن يبني قصرا جديدا استدعى معماريا ماهرا من بلاد الواق الواق وأغدق عليه الهدايا والعطايا
كي يخطط له قصرا يكون تحفة معمارية تتحدث عنها الأجيال. هذا أكيد أنا، لأني أنا يلي جبت مهندسين وخبراء من فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا حتى يخططوا لي قصري الجديد. وبالفعل مثل ما شفت طلع تحفة معمارية حكيت عنها البلد كلها. طيب والسفينة اللي اشتراها سنجوق لحتى يروح فيها على الجزيرة تبعه، ما بيقصد فيها اليخت الجديد يلي اشتريته أنا ويلي ما في مثله بهالبلد غير اليخت تبعي؟ أخي هذا معناتها قاصدني أنا وياك سوا. ما في غيرك؟ ولك العبا بعيون والعبا لهالجرأة والوقاحة. أنا اللي محيرني إنه هدول تبعات الرقابة شو عم يشتغلوا؟ شلون مرقت عليهم هيك شغلة؟ حاجة بقى مو ذنب الرقابة، لأنه مستحيل يخطر على بال الرقابة إنه هاد بيقصدني أنا وياك. ممكن، بس أنا خوفي توصل القصة لإيدين أبو العلا أو شي حدا من الشباب الطيبة يخدم لعنده ويطق لنا برغي ويقول له إنه أبو تالا وأبو لما هن المقصودين بالقصة. بقى شو موقفنا قدام أبو العلا؟ مشكلة. مشكلة وبس؟ مصيبة. طيب شو رأيك نستدعي الكاتب على فنجان قهوة عندي أو عندك ونخليه طالع تكذيب رسمي يبعد الشبهات عنا؟ لا ما بيمشي الحال، هيك منثبت القصة على حالنا. شو بدنا نعمل لك؟ خلص ترك الموضوع علي، أنا رح أتصرف. الله يعطيك العافية. أهلي الله يعافيك. عندك مجموعة القصص القصيرة السقوط إلى الأعلى؟ موجودة تكرم عينك. كم نسخة عندك؟ يعني شي 30 نسخة. أعطيني إياهم كلهم إذا سمحت. تكرم عينك، لحظة. تفضل. يسلموا إليك وهي حقهم. يا تعطي أهلا وسهلا. تفضل. شكراً. اهلا وسهلين معوضين الله معك. ابو لما انا بهنيك على هالشغله اللي عملتها، لك فعلا ما كانت خاطره على بالي نهائيا، فعلا ضربت معلم. أنا شغلة انك تشتري نسخ كتاب السقوط الى الاعلى من السوق. بس مو انا اللي اشتريت الكتاب، فكرك انت اللي اشتريته. لا مو انا. شيء كان مين اللي اشتراه؟